شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. إحدى المواضيع التي تتعلق بمباحث المعاد من جهة، وبمباحث دولة المهدي منتظر عجل الله تعالى فرجه، من جهة أخرى موضوع الرجعة هذه العقيدة. وهذه الفكرة كانت مثار حملات عنيفة ضد شيعة أهل البيت على مدى التاريخ. وإذا تلاحظون علم الرجال تجدون أن إحدى الطعون التي اعتبرها الآخرون في رواية الراوي هي أن يكون معتقدا بالرجعة، مع أنه من الواضح من الناحية العقلية أن رواية الراوي ترتبط بوثاقته، إذا الراوي ثقة تقبلون روايته، إذا الطبيب ثقة تراجعونه وإن لم يكن مؤمنا، ألا تراجعون الطبيب الكافر؟ إذا وثقتم بخبرويته وصدقه، الرجوع إلى الراوي منوط
بالوثاقة أن هذا الراوي ثقة أو لا، ولكن الآخرين جعلوا إحدى الطعون التي تسقط رواية الراوي وإن كان في أعلى درجات الوثاقة، أن يكون معتقدا بعقيدة الرجعة، هذا معتقد بعقيدة الرجعة حتى إذا مثل أبو ذر في صدق لهجته، إذن كل رواياته ساقطة ولا نعتمد على أي رواية من رواياته. لاحظوا أن التعصب المذهبي كيف يسحق المقاييس العقلية الواضحة. أحمد أمين الكاتب المصري المشهور يقول في كتابه إن اليهودية ظهرت في التشيع بعقيدة الرجعة، هذه فكرة يهودية تسربت إلى الشيعة وظهرت اليهودية في التشيع بهذه الفكرة. في هذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى حول فكرة الرجعة ضمن محاور. المحور الأول مفهوم الرجعة. المحور الثاني إمكان الرجعة. المحور الثالث وقوع الرجعة في الأمم المتقدمة. المحور الرابع وقوع الرجعة في هذه الأمة. المحور الخامس ما هو الفرق بين فكرة الرجعة وعقيدة التناسخ الباطلة. المحور الأخير لماذا الرجعة. المبحث الأول ما هو مفهوم الرجعة. الرجعة عبارة عن العودة المؤقتة لبعض الأفراد إلى هذه الحياة بعد الموت. نحن عندما نموت ننتقل إلى حياة أخرى، هذه الحياة التي تشكل الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة. الآن الأموات يعيشون في تلك النشأة وفي ذلك الحد الفاصل. العودة المؤقتة المحدودة لبعض هذه الأرواح تعود من تلك النشأة إلى هذه الحياة،
هذه العودة يطلق عليها مفهوم الرجعة. ومن هنا يتضح أن هنالك فرقين بين مفهوم الرجعة ومفهوم المعاد. الفرق الأول أن الرجعة محدودة، الكل لا يعودون إلى هذه الحياة، هنالك فئة معينة تعود إلى هذه الحياة بعد الموت، ولكن المعاد شامل يشمل جميع الأفراد. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أن الرجعة مؤقتة، لأن الأفراد الذين يعودون إلى هذه الحياة لا يبقون إلى النهاية، حياة مؤقتة ثم تنتهي، يشملهم قانون الموت العام، ولكن في المعاد حياة أبدية دائمة. هذا هو المبحث الأول، مفهوم الرجعة. المبحث الثاني، إمكان الرجعة. هل الرجعة أمر ممكن أو ممتنع؟ بشكل عام، ما هي القاعدة التي نبني عليها إمكان ظاهرة معينة أو امتناع ظاهرة معينة؟ ما هو الملاك؟ ما هي الضابطة؟ ما هو المقياس؟ الآن إذا قيل لكم بأن البشر في المستقبل سوف يقتحم أعماق هذه الكرة الملتهبة النارية التي نطلق عليها الشمس، يقتحم ثم يخرج دون أن يصيبه أذى، هذا ممكن لو ممتنع؟ أعرض هذه القضية على العلماء، هذه ظاهرة ممكنة أو ممتنعة؟ ما هو المقياس الذي نقول إن الظاهرة الفلانية ممتنعة أو أنها ممكن؟ العلماء يجيبون على هذا السؤال بكلمة واحدة، المقياس هذه الظاهرة هل تنتهي إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين فهي ممتنعة. إذا لا تنتهي إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين مهما كانت الظاهرة غريبة، لا يمكن أن نقول إنها ممتنعة. ينقل أنه أول ما اكتشفت اخترعت هذه الطائرات، طرح في محفل في مجمع أنه العلماء اكتشفوا طائرة تطير في الهواء، فسخر بعض الحاضرين، قالوا إحنا نأخذ إبرة نخليها بالهواء هاي ما توقف. أطنان من الحديد، كيف تمشي في الهواء؟ إبرة لا تقف في الهواء، أطنان الحديد تقف في الهواء. طيران طائرة في الفضاء اجتماع النقيضين؟ لا. ارتفاع النقيضين؟ لا. إذن ماكو إشكال في ذلك، لا يشكل مشكلة.
لا يمكن لعالم أن يصف ظاهرة غريبة بالامتناع. هذا مو عالم. إذا عالم قال هذه الظاهرة ممتنعة إذن مو عالم، أو يكابر عقله ووجدانه. مجموعة من الأموات يعودون إلى الحياة، هذا محال، هذا اجتماع النقيضين، هذا ارتفاع النقيضين، لا. الذي يقول إن هذه الظاهرة محالة يجب أن ينكر المعاد أيضا، لأنه في الواقع الرجعة معاد مصغر كما شرحنا، ولذلك يطلق على الرجعة القيامة الصغرى، نفس القيامة. إذا قلت القيامة الكبرى ممكنة، فالقيامة الصغرى أيضا ممكنة. وإذا قلت القيامة الصغرى ممتنعة، فالقيامة الكبرى أيضا ممتنعة. إذن هذه الظاهرة، ظاهرة الرجعة، ممكنة بالإمكان العلمي والإمكان العقلي، وإن بدت لنا، يعني لبعض الأفراد، غريبة بعض الشيء. البحث الثالث: وقوع الرجعة في الأمم المتقدمة. هل وقعت الرجعة في الأمم المتقدمة؟ هل فكرة الرجعة كما يقول أحمد أمين فكرة يهودية ظهرت في التشيع، أو أنها فكرة قرآنية أصيلة؟ الآيات الكريمة في القرآن الكريم في وقوع الرجعة في الأمم المتقدمة كثيرة. ولا يمكن لنا في هذا المجال المحدود أن نتناول جميع تلك الآيات، ولكن أكتفي بالإشارة إلى عدة آيات. الآية الأولى، لاحظوا هذه الآيات هل تدل على الرجعة؟ الرجعة فكرة قرآنية أو فكرة يهودية؟ الآية الأولى، الله تعالى يقول: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. قتيل والجناية سجلت ضد مجهول كما يقال الآن. من هو القاتل؟ الله تعالى قال: أخرجوا هذا القتيل إن كان مدفونا، خذوا هذا القتيل واضربوه بالبقرة. فقلنا اضربوه ببعضها، وإذا بهذا القتيل يعود إلى الحياة من جديد ويقول: فلان قتلني لكذا وكذا، ثم يموت من جديد. هذه رجعة أو مو رجعة؟ هذه فكرة يهودية كما يقول أحمد أمين، أو فكرة قرآنية؟ الآية الثانية: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ
الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أخذ أربعة من الطيور، غراب وطاووس وحمامة وديك، وفصلها وذبحها، وجعل على عشرة جبال على كل جبل جزء من هذه الطيور المذبوحة المفصول، ثم أخذ منقار هذه الطيور وأخذ يناديها واحدا واحدا، وإذا بهذه الأجزاء المبعثرة فوق الجبال العشرة تنضم بعضها إلى البعض الآخر، ثم هذا البدن المكتمل يطير إلى نبي الله إبراهيم، ويتصل ذلك البدن برأس الطائر ويطير، فطارت الطيور الأربعة والتقطت الحب وشربت الماء ودعت لنبي الله إبراهيم. هاي مو رجعة؟ الرجعة شنو معناها؟ الحياة بعد الموت، وهذه حياة بعد الموت. الآية الثالثة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. 70 واحد أخذتهم الصاعقة فماتوا، فدعا الله نبي الله موسى. الآن أتهم، قومي يتهمونني بأنك أنت الذي قتلت هؤلاء، وإذا بالروح تعود إلى هذه الأبدان. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الآية الرابعة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. عظامه تحولت إلى عظام نخرة كما يقول بعض العلماء، عاد إلى الموت نبي الله عزير أو أرميا. طيب مو رجعة؟ نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى قبر ميت ثم يقول له يا فلان قم بإذن الله، وإذا بهذا الميت يقوم من مكانه وينفض التراب عن بدنه أو عن ثيابه أو عن كفنه وكأنه لم يمت من قبل. هذه ليست رجعة. الآية السادسة: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. أولاده كلهم ماتوا، ماشيتها كلها ماتت، الله أعاد له أولاده بأعيانهم وأعاد له ماشيته التي هلكت بأعيانها.
ومثلهم معهم مضاعف، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. هذه مرجعة. وكم في القرآن الكريم من آيات ومن آيات صريحة في إثبات الرجعة، نكتفي منها بهذا القدر. المبحث الرابع، وقوع الرجعة في هذه الأمة. أولاً، القرآن الكريم يخبر عن وقوع الرجعة في هذه الأمة. في أي آية؟ الله تعالى يقول: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. جماعة تتحرك بسرعة، هذا الحشر هل هو في هذه الدنيا أو في الآخرة؟ هذا الحشر حشر محدود، ونحن نعلم أن الحشر في القيامة حشر شامل. الله تعالى في سورة الكهف يقول: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. في هذه الآية في سورة النمل يقول: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يعني جماعة. فهذا الحشر غير ذلك الحشر، هذا الحشر حشر خاص، وذلك الحشر حشر عام. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. لاحظوا هذه الآية في سورة النمل، الآيات المتقدمة والآيات المتأخرة كلها تتناول مرحلة ما قبل القيامة. هذه الآية الكريمة في سياق آيات تتحدث عن مرحلة ما قبل القيامة. هذا أولا. ثانيا، الحديث النبوي. لا نستدل بكتبنا، وإنما نستدل بكتب الآخرين. هذه الرواية في صحيح مسلم. جزء 8 صفحة 57. وفي صحيح البخاري اللي هو أصح كتاب عندهم بعد كلام الله، في كتاب الاعتصام بقول النبي صلى الله عليه وآله وآله مني، جزء 8 صفحة 51 في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. واللفظ الذي ننقله الآن لفظ البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الرواية الأخرى في سنن الترمذي، جزء 4 صفحة 135، حديث 2779، عن النبي صلى الله عليه وآله: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. في مستدرك الحاكم، جزء 1 صفحة 129، في الطبعة التي عندي:
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل ظاهرة الرجعة تحققت في الأمة اليهودية مرات ومرات قضية القتيل قضية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هذه الظاهرة المهمة التي جرت في الأمم المتقدمة كيف لا تجري في هذه الأمة شبرا بشبر ذراعا بذراع حذو النعل بالنعل في لفظ آخر والقذة بالقذة القرآن الكريم أولا السنة النبوية ثانيا أحاديث أهل البيت ثالثا أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث رواه العامة ورواه الشيعة أيضا إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي الروايات التي تقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح كم رواية وردت عن أهل البيت في إثبات الرجعة حوالي 200 رواية عن أهل البيت نطرحها جميعا ونضربها عرض الجدار إذن هذه الأدلة الثلاثة القرآن الكريم أولا والسنة النبوية ثانيا وأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ثالثا تدل على وقوع الرجعة في هذه الأمة نكتفي بهذا المقدار وندع بقية الحديث إلى بحث قادم بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتظر دولتهم ويكر في رجعتهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق